في الدوري الإيطالي وصاحب المركز قبل الأخير. تبريرة لراجا نينجولان، راجا يلعب لمحمد صلاح، محمد صلاح يلعب لراجا، واستلام وفرصة للتسديد من جانب نينجولان. جول 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 لروما، هدف أول يأتي الآن بأقدام راجا نينجولان، يسجل راجا نينجولان سادس أهدافه في الدوري الإيطالي، يعادل أفضل حصيلة تهديفية ليه طوال مسيرته الكروية في السيري إيه، وهدف من صناعة الفرعون المصري محمد صلاح. الله يا راجا، ودي محاولة من المحاولة من بدايتها والتمريرة من بدايتها، راجا نينجولان بدأها ومحمد صلاح دخل واخترق ولعب تمريرة لراجا، انطلق راجا داخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة مقصية على الأرض. الله على الروعة، الله على الإبداع يا راجا نينجولان، يسجل أول أهداف الذئاب في هذه المباراة. إذن الذئاب تزأر الآن في هذه اللحظات بالهدف الأول هنا في ملعب إيتسيو تشيدا في الجولة 24 في مواجهة كروتوني. راجا نينجولان، صلاح يريد ثغرة، عاد لياندرو باريديس، لياندرو يلعب لصلاح من جديد، صلاح على اليمين يلعب كرة عرضية، جول 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 لجيكو. الله يا بيكاسو، فعل كل شيء في هذه اللعبة محمد صلاح، وأرسل عرضية على طبق من ذهب لجيكو ليسجل بكل سهولة ويسر ويعطي أسيست رائع جدا، تاني أسيست لصلاح في هذه المباراة، الأسيست رقم 15 طوال مسيرته الكروية في السيري إيه. وأدي صلاح أهو إسبالنتي بيقول له أنت اللي عليك العين، هو اللي حل مشاكل روما في هذه المباراة. هدف رائع يأتي الآن في هذه اللحظات بجملة رائعة وأسيست رائع آخر من جانب صلاح في هذه المباراة. صنع ركلة جزاء ضيعها جيكو، وادي صنع الهدف الأول للاعب راجا نينجولان، وها هو يصنع الهدف الثاني لجيكو في هذه اللحظات. الله على التمرير اللي أتت طبعا من جانب اللاعب لياندرو باريديس. يا سلام يا لياندرو، كان عاوز يمرر على الجهة اليسرى لكن عاد ومرر لصلاح. الله يا صلاح على القائم البعيد، هكذا يسجل الهدف يا جيكو. هذه على طول بيعطيه فرصة على طبق من الذهب، هدف يعني 99% هدف، وجيكو يسجل هدف.